الحجاوي عبد الوهاب يقدم قصيدة بعنوان اصبر يا قلبي وسعف. هذه القصيدة نهديها لجميع الأحباب والأصحاب في خطرك الحرشي محمد بن نحتال ليك ولما نسال صالح يوسف خيوب عزة وعبد الرحيم في خطر سكان وجدة وغاشي الغربة واحد واحد ولما نساك صالح أحمد بخيك يحيى محمدي وهار ريفالدو محمد عبد اللطيف يحيى الحجي وخيو حسان وبلما ننسى حسين لاغونا وسكر الكاسريس واه نقول اصبر يا قلبي وساعف العين في الدنيا ما هوش مزيان واللي هدر فيك عبدو عليك خفف الحسد والغصبة من طبيعته الإنسان ويا الله على شعبة تلطف أطلبتك خالقي بجهن بين العدنان وعلى المسلمين برحمتك كان ترأف راهي قوات النميمة وفي كل مكان وياك شلم الحجاج على الكذب تحلف وصبتهم في وسط المسجد يتخاطفوا على الأذان وكاين اللي لقيته يعطيك دروس وعلى الآخر يخوف حلال وحرام يفسروا بمعاني القرآن أبنى دم الصعيب يا عبدي واش فيه تعرف وراه قوى الكذب على الصح ما كان ميزان احنا سباب المطار حبست وكل شي تجفف نديرو في المعاصي ونظلم الزمان ما بقت تعجب حية كل شي تخرف وما بقات رحمة تنزع منا الحنان حتى الشباب ذي الجيل على الطريق ونحارف وما دس فينا بينا ما بقوا ربان بحر كبير هذا يا عبد شكون يجدف وحال الدنيا تبدل ما بقاش كي كان شي ناس جهلوا ربي فيهم راه يكشف وحدة بوحدة قاع يبينها البرهان والشجرة الحرة ياك بعد القطع تخلف تعطي ثمارها ويعود الأصل كي كان وشلة من شعبات كان في ظهري تحشلف عقولهم قصبة صفر ودير غير الدخان الحاسد والنمام بالغصب علينا توالف ونسى قبيلة يحدث بالسنة والقرآن بانت الأكلة فينا بنينا ونسى المصحف وشيف عين في العرب والله ما يديرها الشيطان واصبر يا قلبي على نفسي لا تكلف خلي نار الحاسدين تغلي كي البركان واللي بغا ينتحر يمشي يطيح من جرف انا درت الصبر سلاحي به نحارب العديان والجهل ما يهددنيش راني بعقلي ونعرف اللعفو وتنهى قبيل كنا مازال صبيان اما اليوم عبدو يعرف وين يوقف وعارف وين يكب الويدان حتى ويلهاج بحري نعرف كيف نجدف نخاف على اللي بغاو يطيروا بدون جنحان ها اصبر يا قلبي وعلى نفسي لا تكلف ياك شلة من رجع للبكا بعد ما كان فرحان وكان يهدد في الخفا ويقول نعرف الصحي من عقله ما هوش اللي مثل سكران والمريض من راسه راه ديما يهترف قابضو لوجع سخانة وحمان القرطاس يصلح لشي ناس والعصا توظف واللي ما صلح في الدنيا يطوعوا الفران وهذا حد كلامي قلت باش نعرف الساس الرملة ما يتبناش من فوق البنيان حتى ولا ترمم محل واش يوقف هذا القصة قص بها شي ناس خيان واللي كان في ظهري بكلام الشين يقذف أما اللي حبني نحبون بدو بالتحية والإحسان
واللي كرهني نخليه دور الساعه وما زال يوقف في خطر الاحباب والاصحاب، في خطرك اخويا بن يونس من نحتل بدخوس، ولما ننسى خويا عبد العلي التاقي من نحتل الطاري، وفي خطر الاحباب والاصحاب قاع.